يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في المليوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. شينا يعرس على فضيلة بتعمه؟ ما يعرس يا أخي، الراجل ده عنده 4 نسوان مفترض يعرس. انت حرقك وين انت؟ هاي بعد ما يعرس يعرس ازدهار؟ ما لا ازدهار ما مرة؟ ما بيت مع النسوان؟ ما ازدهار انا ما خاتي رغبتي علي انا وانا بدور الزواجة. امش فضيل ما عنده عشرة. عشرة من يا زول هوي؟ دي حاجة اسمها زواج قسمة ونصيب، يعرس ازدهار، يطلق فضيلة، يعرس منال، انت ما عندك معاه شغلة؟ دي قسمة ادانا ربنا كده. ما قلنا حاجة في القسمة، لكن في ضيل خرد ساي خرد خرد ليش ندي والله يا اخوان سبحان الله والله بخريت يا اخي. انا ما خلونا عرس شنو؟ اسمع عبديل، اسمع كلامي ما زي كلامك ده. والله يا عبديل لو في الحلم بس عرست فيني الا اقطع لك نخرتك دي. قال ماشي معاه في البحر، البحر اللي بلعك. اخوك انت حوصنا ولا هنا؟ يا جاك ويا يومك، المرة دي بقت عندها فك شفرات ولا هنا؟ بقيت تعرف الحلم بتفاصيله؟ لكن هو حلم الله يحقق الاحلام، الله يحقق الاحلام، اللهم اجعله خير، الله يحقق الاحلام. والله يا جاك ويا يومك، حلم زي ده بيقطع رقبتك. الصوت رقدت افضل افاف ديل طغون العشره افاف ديل استاذ المالك انتوا في الحلم ده انت ناسبوني انتوا غدر يا ناس الله ينا. الكلام اللي بيسوي فيه ده الحق انكره افضل والله هيك الحق اكلم فضيله والله لا تغطي اسمك الواطه دي. انا تهددني بفضيله حريقه فيكم في فضيله بعدين شكلني هناك فضيله ما تكلم انا خايف منها اصلا دي شغلتك غير الجوالات عندك شنو يا عاطل؟ سامع افضل امشي يا عاطل امشي عاطل يا عاطل.
بس انا خايفه من فضيله. انا لا خايفه من فضيله، لكن نسوي شنو يعني، القلب وما يريد. طيب انا ما اقدر اكمل معاك وهي لسه زوجتك يعني. اسوي شنو يعني، حنط يعني ولا اعمل لها شنو معك؟ ولا انت تعايش يعني، اسوي شنو انا؟ طلقها. ها؟ طلقها. شنو؟ طلقها طلقها طلقها. لا لا. ها؟ كراجل اسمع كلامه. كلام منو؟ انت مره راقبك شيطان الله. شنو كلام منو؟ ارجع نوم طلقه. اطلق منو؟ قلت لك ارجع نوم طلقه. كيف يعني؟ فضل. اي 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 ارجع نوم طلقه. طلق كلب وجعل نحن كدرك. طلقانا. بركة طلقتني يا ود عمي، دي المحرية فيك، والله ما قصرت معاي تب، الليلة ما يوم الهنا، الليلة ما يوم المنى، بركة طلقتني. الراجل الحمش بيتخذ القرار في المواقف الصعبة. أرحبت. تعالي. فضيلة. 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 يا خاينة. هي احترم نفسك. الله دمنا ده زوجي نسمة هواي عصام بر. يلا تاو يلا. فضيلة 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 فضيلة. فضيلة فضيلة فضيلة. مالك في شنو يا راجل؟ والما في شنو؟ والما في عصام برده منو؟ يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخه وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في المليوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة. فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت الخير ملانا.